نشرة السودان في دقيقة، أهلا بكم. مدينة عطبرة تشهد احتجاجات على زيارة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك للمدينة اليوم، حيث أشعل محتجون النار في الإطارات بعدد من الطرق التي يتوقع أن يمر بها موكب حمدوك. من جهتها أعلنت لجان مقاومة عطبرة مقاطعتها لزيارة حمدوك. والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة يقول إنهم شرعوا في اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية بعد إعلان مقتل الرئيس التشادي إدريس دبي أمس لتأمين الحدود بين البلدين، وأنهم يتوقعون دخول بعض اللاجئين من المدن التشادية. الحزب الشيوعي يتهم حمدوك بالتخطيط لإجراءات انتخابات مبكرة وفقاً لبنود اتفاقية جوبا وبسرية تامة، وأكد عضو المكتب السياسي لدى لقائه بوفد من الأمم المتحدة أن حمدوك تقدم بطلب للأمين العام بإرسال لجنة تختص بالانتخابات لتقديم المساعدات. وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد يكشف عن موعد تعيين الولاة الجدد، وقال إن الأمر سيتم عقب الفراغ من مؤتمر الحكم المزمع في نهاية أبريل الجاري، وأقر بعدم قبول بعض الولاة من قبل لجان المقاومة علاوة على تذمر المواطنين. نهاية نشرة السودان في دقيقة، إلى اللقاء.